كل سنة الأمازيغية مبليس، أتمنى لكم عام سعيد. أسقاس أمقاس أسقاس أمقاز مناسبة حلول سنة الأمازيغية مبليس، يتمنى لكم عام سعيد. مناسبة حلول سنة الأمازيغية مبليس، يتمنى لكم عام سعيد. هذا ما قاله لاعبي المنتخب الوطني الجزائري. نتمنى إن شاء الله يا رب العالمين عام سعيد وسنة جميلة، وأيضا تتألقون في هذا الكان إن شاء الله. نوليو لموضوعنا على شبيبة القبائل والميضة. البارح في الندوة الصحفية وسمعناها وحطيتهاكم فيديو أنه لاعبين جيدين غاليين وغير موجودين بكثرة في السياق، يعني يلمح لأنه راهم لاعبين جيدين راهم غاليين بزاف. هما وصلوا له المعلومة بلي قال لك اللاعبين الجيدين راهم غاليين، ولكن أعطينا الحلول يا سيد الميضة أنت وأي جودي في انتظار ربما لاعب أو لاعبين. ربما أنا الحلول راهم في يدك، يعني بالمعنى أنه تخير على الأقل الأقل لاعبين تلقي منهم الأفضل وتجلبوا لشبيبة القبائل. على بالي بلي صعيبة واختيار صعيب، ولكن ربما ماهيش مستحيلة. عرفوك فتخيروا وفقط اختيارات معيارية. واش تحتاج شبيبة القبائل، يعني واش تحتاج شبيبة في هذه الفترة من لاعبين نوفرها وإن شاء الله هذه هي المطلب رقم واحد. وأيضا دون نسيان اللاعبين اللي عندك تقدر بهم تخرج كل ما عندهم على غرار بركان ما فعله. عند عمران عندنا لاعبين ممتازين جدا نشاط ما يفعله، لاعبين ربما تقدر تخربوا عليا تعاود تفطنوا لأنه ربما راهو راقد خلاص. هذه هي لاعبين تقدر رجم عشرة والله، يعني رجم تقدر تردو سعيود تا شباب بالوزداد. والله يصدقوني سعيود لما بدأ كان تقريب بالنيفو تاع، صح هو لاعب ممتاز مهاري جدا جدا، ولكن نرجم والله لا ينقصه شيء. والله العظيم المدرب الجيد يخرج كل ما في أرجم، لاعب رائع جدا يقدر يكون حتى سعيود الجزائر الجديد إن شاء الله يا رب العالمين. ولما لا تستفاد منه شباب القبائل، عندك لاعبين استفاد منهم وجلب لاعبين في المراكز اللي تحتاجهم شباب القبائل، وهذا ما كان لا داعي لي ربما لتضخيم الأمور. جيبوا لاعبين في البوست اللي نحتاجهم، وهذا ما كان. ديرونا لايك على الفيديو، ابوني في القناة وتركونا تعليق، ولكم التعليق. سلام خوتي.